والله شو اخبارك؟ مساك مرتاحين شلونك؟ تلقى تمر عليك ازمه من الازمات بحياتك ويركبك الهم والغم وامورك ممكن تنحاس حياتك بسبب همك، وتحس انه يعني بالمعطيات اللي عندك تحس انه ما لك حل، فمع وبأحيان تشتد عليك الازمه، فمع اشتداد الازمه تحس ان فرص النجاح عندك انه خلاص يعني ما مالك شيء، خلاص تحس انه خلاص الفرص عندك انتهت، استنفذت كل فرصك، تحس انه خلاص بس باقي ساعة الصبر تبدأ، فتنتظر بس هالساعة وتلقى خلاص مالك خلق شيء نبت، تحس ان السكينة اللي كانت بقلبك انتزعت كأنها تتلاشى، يعني مع الازمات اللي تحس انه ما في سكينة، خايف طول الوقت، تلقاك تصلي مثلا ورا الإمام فيقرأ آية كأنه وقعت على قلبك، يعني كأنه تحس أنه رجعت السكين بقلبك وارتحت، وكأنه واحد يعني عرفت اللي ماسكن على يديك، فسبحان الله هذه. أو تلقى مهن تسمع كلام أو تقرأ حديث فكأنه احد ماسكن على ايدك يطبطب عليك، فهذه دائما هذه انا اسميها الرسائل الربانيه، مو انت مخصوص بها لكن جت بوقتها علشان تنزل السكينة بقلبك. فدائما تذكر قول الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا، تحس انها تلطف لداخلك. داخلك